فيما يتعلق بزيارتك إلى مصر ولبنان وبعض الدول في المنطقة، يعني ثار جدل شديد حول رفضك ارتداء غطاء الرأس في مصر وفي لبنان. ربما في لبنان احتجت دار الإفتاء اللبنانية وقالت أنك لم تتفهمي القواعد البروتوكولية. يعني هذا المشهد هو جزء من أزمة كبيرة تعرضت لها ماري لوبان في لبنان، مما دفع دار الإفتاء اللبنانية لإصدار بيان قالت فيه. يوضح المكتب الإعلامي في دار الفتوى أن رئيسة حزب الجبهة الوطنية اليميني المرشحة للانتخابات الرئاسية الفرنسية مارين لوبان رفضت وضع غطاء الرأس كما هو متعارف عليه عند زيارة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، مع الإشارة بأن المكتب الإعلامي كان قد أبلغ المرشحة الرئاسية عبر أحد مساعديها بضرورة غطاء الرأس عند لقاء سماحته كما هو البروتوكول المعتمد في دار الفتوى، وعند حضورها فوجئ المعنيون برفضها الالتزام بما هو متعارف عليه بغطاء الرأس بعد أن تمنى المعنيون عليها وإعطائها الغطاء لوضعه على رأسها، رفضت وخرجت دون إتمام اللقاء المتفق عليه مسبقا مع سماحته، وتأسف دار الفتوى لهذا التصرف غير المناسب في مثل هذه اللقاءات. خرجت بعدها بمؤتمر صحفي حول تلك الواقعة. أعتقد أن الحجاب يرمز إلى خضوع المرأة. بكل صراحة لا أبالي بتاتا بحكمكم، أنا لم أفاجئ أحدا. كان يمكن أن تلغوا اللقاء بمجرد أن أبلغت المعنيين الليلة الماضية بأني لن أضع الحجاب، لكنهم فرضوا علي نوعا ما الأمر الواقع. أما أنا فحافظت على موقفي، لأنني حين أتخذ موقفا ما يكون ذلك عن اقتناع، وإن لم يعجبكم فلا بأس. لماذا رفضت ارتداء غطاء الرأس في مصر وفي لبنان حين لقائك بعض القيادات المؤسسات الدينية زي شيخ الأزهر والمفتي في لبنان؟ Mais parce que quand je me déplace comme ça à l'étranger, je suis un petit morceau de France. Voilà. Et en France, on porte pas loin. عشان انا لما بسافر بره زي ما تقول بكون جزء صغير من فرنسا، وفي فرنسا احنا مش بنلبس الحجاب. على نفس القياس لو بكره فرنسا استقبلت رمز من بلد عربي، ما حدش هيطلب من زوجته انها تخلع الحجاب، لان هي هتكون جزء من بلد بيلبسوا فيه الحجاب. وعلى كده الشيخ احمد الطيب الشيخ الازهر تفهم ده تماما وما طلبش مني اني البس الحجاب، في حين في لبنان الامام اعتقد انه عليه يلزمني ان انا البس الحجاب، بس اذا كان مش عايز يستقبلني من غير الحجاب كان يكفي انه يقول لي قبلها وانا ما كنتش رحت. لكن شاهدت صورا وهم ايضا اخرجوا بعض الصور لزيارة لك في العراق وفي إيران، يعني وربما ارتديت فيها غطاء الرأس. لا أنا عمري ما رحت لا إيران ولا العراق وعمري ما تحجبت في أي مكان. حتى الفوتوشوب والتركيب، ويعني لأنهم بالفعل لما حدثت الأزمة في لبنان أخرجوا بعض الصور، هذه الصور مزيفة ومفبركة يعني. لا au contraire, ça a même fait un incident diplomatique parce que précisément j'avais refusé de mettre le voile. لا ابدا بالعكس، حصل مشكله دبلوماسيه لاني رفضت بالتحديد البس الحجاب. ومره ثانيه بقول اني مش مسافره سياحه. لما شخص يكون مسافر يزور بلد ويتواءم مع قواعده وتقاليده بشوف ان ده حاجه مشروعه جدا، لكن انا مش بسافر كسائحه، أنا بسافر كممثلة سياسية لبلدي، كمرشحة رئاسية، بروح كممثلة لفرنسا، وده بيسمح لي أن أنا أتقبل زي ما ممكن تتقبل أي ممثلة لفرنسا. هو ده. موسيقى